نحن نتكلم أيضا عن اتفاقيات التطبيع التاريخية مع المملكة العربية السعودية. قد تكون إسرائيل جزءا من شبكة الأمن الإقليمي للمخاطر التي تشكلها إيران. كل هذا التقدم سوف يجعل إسرائيل أكثر أمنا مع العائلات الإسرائيلية التي لا تعيش في خوف من الهجمات الإرهابية. كل هذا سوف يخلق الظروف لمستقبل أفضل ومختلف للشعب الفلسطيني. مستقبل ممتلئ بحق تقرير المصير والكرامة والأمن والحرية. هذا المسار متاح مع الوصول إلى هذا الاتفاق. إسرائيل تتمتع دائما بالحق في الدفاع عن نفسها والحفاظ على أمنها وأيضا محاسبة المسؤولين عن 7 أكتوبر. والولايات المتحدة الأمريكية سوف تتأكد دائما من أن إسرائيل لديها ما تحتاجه للدفاع عن نفسها في وجه حماس أيضا. وإذا لم يتم التوصل إلى اتفاق سوف تستمر إسرائيل بعملياتها العسكرية. وأيضا مصر وقطر تعملان بشكل مستمر للتأكد من أن حماس لا تفوت هذه الفرصة. ونحن الولايات المتحدة الأمريكية سوف نتأكد من أن إسرائيل ملتزمة بواجباتها أيضا. هذا ما هو هذا الاتفاق. وسوف نقوم بدورنا. هذه لحظة مفصلية. وإسرائيل قدمت هذا المقترح وحماس تقول أنها بحاجة إلى وقف إطلاق النار وتريد وقف إطلاق النار. وهذا الاتفاق هو الفرصة لإثبات إذا كانوا يعنون هذا الأمر على حماس الموافقة على هذا الاتفاق. ولأشهر الأشخاص حول العالم طالبوا بوقف إطلاق النار. والآن حان الوقت لرفع الصوت والمطالبة بأن حماس توافق على هذا الاتفاق وتنهي هذه الحرب التي بدأتها. سوف يكون هناك أمور مختلفة حول التفاصيل يجب أيضا مناقشتها. هذا أمر طبيعي. وإذا كانت حماس جاهزة للتفاوض والموافقة على الاتفاق سوف يكون هناك أيضا منح للمرونة الضرورية للموافقة على هذا الاتفاق. في الأشهر 8 الماضية كان هناك ألم لهذه العائلات التي تعرضت لهجمات حماس. أيضا كان هناك معاناة. ونحن نرى أن الحياة الإسرائيلية سوف تبقى مطبوعة دائما بالعنف الذي سببته حماس. والشعب الفلسطيني أيضا يعيش جحيما. نحن نرى نسبة الوفيات ونحن نرى آلاف الأطفال. هناك أيضا نسبة كبيرة من الجرحى. ورأينا الصور المؤلمة من الحريق الذي حصل في رفح في منذ بضعة أيام بعد الضربات الإسرائيلية المستهدفة لحماس. وأيضا نحن نرى أن هناك أيضا أكثر من 1000 شاحنة دخلت لإدخال المساعدات في الأسبوع الماضي. ولكن نحن أيضا نرى أن هناك قناعة مني ومن الشعب أن هذه أكثر المشاكل تعقيدا في العالم. ليس هناك أي شيء سهل حول هذا الموضوع. ولكن في كافة الأوقات بذلت الولايات المتحدة الأمريكية الجهود لضمان أمن إسرائيل وإدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة والوصول إلى وقف إطلاق النار وإعادة الأسرى وإنهاء هذه الحرب. يوم أمس مع هذه المبادرة الجديدة اتخذنا خطوة جديدة في هذا الاتجاه. اليوم نحن في هذا الموقف وهناك هذه الفرصة والإمكانية. ولكن نحن بحاجة إلى مساعدتكم. كل من يريد السلام الآن يجب أن يرفع الصوت ويجعل القادة يعلمون أنه عليهم الموافقة على هذا الاتفاق وجعله حقيقة ومستدام وبناء مستقبل أفضل بعد هذه الهجمات المدمرة. حان الوقت لأن نبدأ بهذه المرحلة الجديدة وإعادة الأسرى إلى منازلهم ولإسرائيل أن تتحلى بالأمن وأن تتوقف المعاناة. حان الوقت لتنتهي هذه الحرب وللتفكير باليوم التالي وبدء المستقبل. شكرا لكم. إذن خطاب الرئيس الأمريكي جو بايدن بشأن تطورات في الشرق الأوسط. تحدث عن مقترح إسرائيلي يتضمن 3 مراحل. المرحلة الأولى وقف إطلاق النار لمدة 6 أسابيع لإفراج عن كبار السن والمرضى مقابل 100 أسير فلسطيني
وانسحاب الجيش الإسرائيلي من المناطق السكنية في غزة، عودة المدنيين إلى الشمال، زيادة المساعدات الإنسانية، المرحلة الثانية الإفراج عن كافة الأسرى والجنود وانسحاب الجيش الإسرائيلي من كامل مناطق القطاع، أما المرحلة الثالثة فهي إعادة إعمار غزة. ومن الملفت أن بايدن أشار إلى ضرورة أن تقبل القيادة الإسرائيلية بهذه الصفقة من دون، والتي تتعرض طبعا لضغوط داخلية، كما قال إن على حماس أن تقبل بالمقترح الجديد، وأشار أيضا إلى أن عدم قبول حماس بهذا المقترح يعني استمرار العمليات القتالية الإسرائيلية في قطاع غزة. إذن مقترح إسرائيلي أشار إليه الرئيس الأمريكي جو بايدن قدم إلى حركة حماس، وعلى حماس أن تقبل بهذا المقترح الذي يتضمن 3 مراحل. المرحلة الأولى وقف إطلاق النار لمدة 6 أسابيع، وإذا ما طالت هذه المفاوضات يمكن أن تمدد هذه الهدنة أو هذه المدة الزمنية إلى حين التوصل إلى اتفاق حول المرحلة الثانية بالإفراج عن كافة الأسرى والرجال بمن فيهم طبعا الجنود الإسرائيليون. إذن المرحلة الثالثة من المقترح الإسرائيلي يتضمن كما أشرنا خطة إعادة بناء شاملة لكافة مناطق قطاع غزة، وأن المسؤولين الأمريكيين على تواصل مباشر مع الوسطاء القطريين والمصريين من أجل التوصل إلى هذه الصفقة. إذن مقترح إسرائيلي حول إتمام صفقة التبادل قدم إلى حركة حماس كما قال بايدن، وعلى حماس أن تقبل به، وإلا فإن العمليات القتالية الإسرائيلية سوف تستمر في قطاع غزة. فإذا 3 مراحل، المرحلة الأولى الإفراج عن 100 أسير فلسطيني مقابل الإفراج عن كبار السن والمرضى، بإضافة طبعا إلى زيادة المساعدات الإنسانية، تحدث عن إمكانية إدخال 600 شاحنة مساعدات إنسانية إلى القطاع، وعودة المدنيين الفلسطينيين إلى